بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة الأعزاء، سنة ثالثة ثانوي. مرحبا بكم إلى قناتكم، مشتركي قناة وغير مشتركين قناة، مرحبا بكم جميعا لتكملة الدرس على النهايات الشهيرة للدالة اللوغاريتمية. إذا كما نعلم أن الدالة اللوغاريتمية المعرفة بالعبارة f لx تساوي لوغاريتم x هي دالة معرفة على صفر زائد ما النهاية. إذا منحناها البياني هو هذا المنحنى، لاحظوا معايا. إذا قلت المنحنى البياني للدالة اللوغاريتمية هي هو هذا المخطط أو التمثيل البياني باللون الأحمر. إذا حبينا ندرسوا النهايات، قلت أن الدالة معرفة على صفر زائد ما النهاية، إذا نبدأ على حدود مجال تعريفها، نبدأ النهاية عند الصفر بقيم أكبر. إذا نلاحظ أن لما x يؤول إلى صفر بقيم أكبر، الدالة اللوغاريتمية تؤول إلى الفرع ناقص ما لا نهاية، لاحظتوا؟ إذا يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، عفوا، ناقص ما لا نهاية. إذا النهاية الأولى المشهورة هي ليميت لوغاريتم x لما x يؤول إلى صفر موجب تساوي ناقص ما لا نهاية. إذا ثم نكمل النهاية الثانية هي نهاية لوغاريتم لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية. طبعا نعود إلى المنحنى، نلاحظ أن لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية لوغاريتم تؤول إلى زائد ما لا نهاية، إذا نهاية لوغاريتم x لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية. نتابع. إذا النهاية الثالثة هي نهاية لوغاريتم x على x لما x تؤول إلى زائد ما لا نهاية. فيما سبق قلت لكم، شرحت لكم أن النهاية اللوغاريتم هي أبطأ دالة بالنسبة للدالة y يساوي x وبالنسبة للأسية كما نلاحظ الشكل. يعني هنا واش ندير لكم حيلة فقط، أنك عندما تكون عندكم نهاية مثل هذا الشكل دائما ال x هو اللي النهاية تمشي أكثر من لوغاريتم، يعني شغل نلغي لوغاريتم x نشوف نهاية واحد على x، يعني نعوض x بزائد ما النهاية. إذا لما نعوض x بزائد ما النهاية تعطينا واحد على زائد ما النهاية وتساوي النهاية هذه هي صفر. يعني كي يكون عندكم اللوغاريتم والx فإن النهاية x هي اللي تمشي على لوغاريتم x، يعني نشوفوا دائما النهاية تاع x تاعنا. أتمنى فقط أن الفكرة واضحة، لأن قلت وشرحت قلت أن اللوغاريتم أبطأ من x، يعني x هي التي تصل قبل اللوغاريتم x، لذا نأخذ بعين الاعتبار النهاية تاع x تاعنا وليس اللوغاريتم x. ثم بعد ذلك النهاية الأخرى، لاحظوا معي نفس الشيء، راح نطبق نفس الحيلة تاع اللي فيما سبق، ليميت لوغاريتم x على x لما x تؤول إلى زائد ما النهاية. إذا النهاية هذه باش تحفظوها وما تنسوهاش، دائما تاخذوا بعين الاعتبار نهاية x. إذا لو كان نطبق لما x تؤول إلى زائد ما النهاية، واش راح تمدلي؟ واحد على x على زائد ما النهاية، واحد على زائد ما النهاية تمدلي صفر موجب. شغل كي يكون عندي هذه النهاية ما ناخذوش بعين الاعتبار اللغة الدالة اللوغاريتمية x، لأنها أبطأ، لأن x هو أسرع من لوغاريتم x. ثم بعد ذلك النهاية الأخرى المشهورة، إذا ليميت لوغاريتم x على x أس n حيث n عدد طبيعي لما x يؤول إلى زائد ما النهاية، نفس الشيء راح ناخذ بعين الاعتبار الدالة y يساوي x نطبق عليه، راح تمدلي واحد على زائد ما النهاية وتمدلي صفر موجب. نفس الشيء هنا، إذا ليميت x على لوغاريتم x هذه لما x طبعا تؤول إلى زائد ما النهاية، لاحظوا معايا هذه النهاية تساوي زائد ما النهاية. لماذا؟ لأن نهاية x على لوغاريتم x ما هي إلا مقلوب، لاحظوا معايا x على لوغاريتم x ما هي إلا مقلوب الدالة لوغاريتم x على x، ونعرف أن النهاية هذه لما x تؤول إلى زائد ما النهاية تؤول إلى صفر موجب، وبالتالي أتحصل على ماذا؟ أتحصل على النهاية واحد على صفر موجب وتمد لي زائد ما النهاية. أتمنى فقط أن يكون واضح للجميع. ثم بعد ذلك نتابع. إذا النهاية الأخرى، نهاية x في لوغاريتم x لما x تؤول إلى زائد ما النهاية، قلت لكم دائما تأخذوا بعين الاعتبار x وليس لوغاريتم x، لأن x أسرع من لوغاريتم x. إذا راح ندي نهاية النهاية تاع
ليميت اكس لما اكس يؤول الى زائد ما نهايه، وبالتالي راح تمد لي زائد ما نهايه. نفس الشيء هنا، ليميت اكس اس ان في لوغاريتم اكس، نفس الشيء. اذا راح ندي ليميت اكس اس ان، حيث ان طبعا ان عدد طبيعي ينتمي الى الاعداد الطبيعيه. اذا نفس الشيء لما اكس يؤول الى زائد ما نهايه، النهايه هذه راح تمد لي زائد ما نهايه. ثم بعد ذلك، اذا ليميت اكس في لوغاريتم اكس لما اكس يؤول الى صفر ايضا تمد لي متابع. اذا قلت ليميت اكس لوغاريتم اكس لما اكس يؤول الى صفر، بما ان اكس اسرع من لوغاريتم اكس راح ندي ليميت اكس. اذا ليميت اكس لما اكس يؤول الى صفر تساوي صفر. نفس الشيء كيكون اكس اس ان، ليميت اكس اكس اس ان في لوغاريتم اكس لما اكس يؤول الى صفر موجب، تعطينا ايضا صفر. النهايه الاخيره، النهاية الأخيرة المشهورة هي ليميت لوغاريتم إكس على إكس ناقص واحد لما إكس يؤول إلى واحد، هذه النهاية تساوي الواحد. من جاءت هذه النهاية؟ جاءت من الدالة المشتقة للوغاريتم إكس عند القيمة واحد. لاحظوا معايا هنا، هذا البسط ممكن أن نكتبه ليميت لوغاريتم إكس ناقص لوغاريتم واحد، لأن لوغاريتم واحد ماذا يساوي؟ هو صفر، كأنني لم أعوض شيء، شغل هنا درت ناقص صفر. ثم على إكس ناقص واحد لما إكس يؤول إلى واحد، وهذه النهاية ما هي إلا تعريف الدالة المشتقة لوغاريتم عند النقطة إكس صفر يساوي واحد. إذا كي نشتق لوغاريتم إكس هي واحد على إكس، وكي نعوض قلت أن مشتقة لوغاريتم هي واحد على إكس، وكي نعوض بالقيمة واحد، إذا واحد على واحد وتساوي واحد. وبالتالي نكون عند نهاية كل هذه النهايات. أتمنى فقط أن يكون واضح للجميع، وأن تكون النهايات ابتداء من اليوم بالنسبة للوغاريتم سهلة، يعني هي نهايات مشهورة، إذا نستعملها في إيجاد النهايات الأخرى. إذا إن شاء الله عندي مشروع ندير لكم أصعب النهايات اللي تجي في التمرينات أو في الامتحانات، راح نختار لكم يعني اللي نشوف فيها حيل، وايضا راح نستعمل كل هذه النهايات المشهوره. في الاخير ما علي الا ان اقول لكم بالتوفيق للجميع، وصحة فطوركم، والى الملتقى ان شاء الله، في انتظار تعليقاتكم وتشجيعاتكم لي. لن افشل، لن افشل، لانني هنا في خدمتكم إن شاء الله، وغرضي إن شاء الله البكالوريا بامتياز للجميع طبعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.